إبراهيم عيسى ما ينفعش يبقى سيناريست، هو ممكن يبقى قصاء، حكاء، شخص ليه وجهة نظر أكيد طبعاً تحترم، ليه مقالات نقدية، يكتب اللي هو عايزه، لكن كسيناريست لا. بس أعماله ناجحة تجارياً، وده يعني تجارياً وكقيمة بتتشاف. بتتشاف فين؟ يعني مولانا، صاحب المقام أو مولانا، أو كلها مقال يعد ويكتبه إبراهيم عيسى.